لا شيء يحمي صحفي غزة في غمرة العدوان. أوضاع مزرية يعيشونها كباقي الغزيين أو أكثر في دائرة الاستهداف. يختطفون ضحكات لا تشبه الضحكات، وقد قتل الجيش الإسرائيلي 124 من زملائهم وأصاب آخرين. يتجمعون لرفع أصواتهم في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، وذاك يوم أقره الاتحاد الدولي للصحفيين للتنبيه لما وصفها الاتحاد بالمذبحة غير المسبوقة أو المقبولة. قامت النقابة قبل أكثر من عام برفع عدة قضايا لمحكمة الجنايات الدولية تتعلق بقتل الزملاء الصحفيين، وننتظر أن تبت فيها محكمة الجنايات الدولية، ونشاهد بأن هناك تباطؤ من جانب كريم خان المدعي الحقوقي الدولي، ولذلك نطالبه بأن يتم العمل على هذه الملفات. والآن هذه الملفات ازدادت وتعاظمت بفعل ما يرتكبه ويرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الصحفيين. وفي رام الله بالضفة الغربية تجمع الصحفيون للتنديد بما يتعرضون له أيضا من انتهاكات يومية من جيش الاحتلال. ولن ننساكم. تضامن امتد إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث نظمت وقفة احتجاجية في نقابة الصحفيين، ومثلها في العاصمة العراقية بغداد. وقد استذكر صحفيو العراق بالأسماء والوجوه زملائهم في فلسطين ممن رحلوا ضحايا وهم ينقلون الحقيقة. وفي العاصمة تونس رفعوا أصواتهم في تجمع ضم صحفيين ومصورين تنديدا بما يتعرض له زملائهم في غزة. اليوم لابد من وقف نزيف قتل الصحفيين في غزة. تقريبا هذه النسبة 124 صحافي مقتول و65 مسجون و1500 تقريبا تم استهداف عائلاتهم ونزحوا عن ديارهم. هذه المجزرة الأكبر في تاريخ الإنسانية التي تمس الصحفيين. حناجر الصحفيين في المغرب لم تتأخر، وهي تردد شعارات مؤيدة لصحفيي فلسطين وأهمية حمايتهم من بطش آلة الاحتلال. تفاعل عربي واسع في يوم أريد منه التذكير بأن صحفيي فلسطين ممن ينقلون الحقائق المروعة هم أنفسهم ضحايا مقتلة بالجملة يشنها جيش الاحتلال منذ نحو 5 أشهر.